بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، وحشتوني جدا جدا، واللي محب وعشاق ومتابعي مستر وائل على اليوتيوب وعلى التيك توك وعلى الفيسبوك، أهلا بيكم في فيديو جديد من السلسلة الجميلة لقواعد الكتابة وخط اليد باللغة الإنجليزية. النهاردة إن شاء الله مع الجزء الثالث، اللي إن شاء الله يكون أكثر إفادة زي الجزئين الأولانيين، ونزود شوية في الحروف، وبرضو طالب منكم الدعم شوية، نزود اللايكس، نزود السبسكرايب، أوكي؟ برضو عندنا نفعل الجرس والكومنتس، برضو نزبطها الشيرز يا جماعة. لو في حد من زمايلي قرايبي وجيراني محتاج المعلومات دي، ياريت إن أنا أشير له ونزود تدعيم القناة عشان المحتوى ده يستمر، محتوى التعليمي والعلمي الهادف، إن شاء الله يستمر بدعمكم وبفضل الله. أولا طبعا نخش مع بعض على الفيديو الجميل. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ مع بعض بارت 3 من قواعد الهاند رايتنج باللغة الإنجليزية، وإن شاء الله نبدأ مع بعض بحرف الجي. حرف الجي كابيتال، خطوة واحدة، خدوا بالكم ركزوا جدا. ببدأ معاكم من سكاي لاين، ونعمل صنارة جميلة جدا، صنارة جميلة جدا من سكاي لاين لحد الجراس لاين، سهلة جدا وجميلة. طيب والجي سمول يا مستر، الجي سمول تو ستيبس، خطوتين. بعمل نفس الصنارة يا ولاد، بس منين؟ برافو عليكم، من البلين للورم، من الطيارة للايه؟ للدو، وده وده تاني حرف معانا، وبعدين نعمل نقطة في النص. طيب عايزين نكتبها تاني يا مستر ونركز جامد. حرف الجي كابيتال، الناس هي بتغلط فيه، اوكي؟ طيب نعمل تاني، هاجي من السماء سكاي، واعمل صناره جميله لحد الايه؟ لحد العشب. طيب والسمول من الطياره للدوده، كله شايف؟ والنقطه في النص. طيب حرف الكي يا مستر بعد اذنك، الكي كابيتال 3 ستيبس، تلات خطوات، وخدوا بالكم عشان في ناس ياما بتغلط فيه. بعمل عصايه جميله من السماء للعشب، وبعدين يا اولاد شرطه، ايوه برافو عليكم، شرطه مايله اهيت، منين؟ من السماء للطياره، وبعدين يا مستر من الطياره للايه؟ للعشب. شايفين الكي كابيتال؟ يبقى عصايه واقفه وشرطه ايه؟ لجوه، وشرطه لايه؟ لبره. طيب الكي سمول يا مستر، ركز بقى جامد، نفس الشكل بس مش قوي، 3 ستيبس، عصاية طويلة من السماء للايه؟ للعشب، وبعدين شرطة لجوه، بس منين؟ ايوان من الطيارة للنص، وبعدين من النص للعشب. شايفين يا شباب؟ نكتب كمان مرة مع بعض، ها، كي كابيتال 3 ستيبس من السماء للعشب، ومن السماء للطيارة في النص على الخط بالظبط، ومن الطيارة للايه؟ للعشب. كي سمول 3 ستيبس، عصايه، شرطه لجوه في النص، وشرطه لبره. طيب كلام محترم. بعد الجي والكي هيجي لنا حرف ال اللذيذ، ال سهل جدا، ها، ال كابيتال 2 ستيبس. طب الدنيا يا مستر، ها، عصايه طويله، شايفين؟ من السماء للايه؟ للعشب، وشرطه تحت بس يا مستر. طب وال سمول؟ عصايه واحده، 1 ستيب، سهلة؟ طيب كمان مرة يا مستر، ولو انها جميل، اللي كابيتال 2 ستيبس، عصاية طويلة وشرطة من تحت، واللي سمول عصاية واحدة، كلام محترم. طيب ندخل دلوقتي على حرف الام، اللي كله عايز تركيز جامد. حرف الام بنغلط في كتابته ومش عارفين نطلعه ستاندرد يا مستر، عايزين نطلعه ستاندرد، اوكي، بشكل قياسي، بشكل رسمي وسهل جدا. بص يا ولاد، ام كابيتال 4 ستيبس، عصايه شمال، شايفين؟ عصايه ايه؟ شمال، وبعدين عصايه يمين، جميله يا مستر، واقفين اهم، وبعدين عصايه مايله في النص، اوكي، شمال، وعصايه مايله في النص يمين. شفتوا معايا؟ تاب تاني يا مستر، بس بعد الام سمول. الام سمول سهلة جدا، الام سمول سهلة جدا، ها، 3 ستيبس، 3 خطوات، ركز مع بعض.
عصاية واقفة قصيرة، وبعدين عصاية نايمة أولى، ركزوا زي الإيه؟ زي الإن إيه؟ وبعدين عصاية نايمة تاني. بس البداية منين؟ الله عليكم، البداية من تحت. البداية منين؟ من تحت. أطلع ألمس الطيارة وأنزل على العشب، أطلع ألمس الطيارة وأنزل على إيه؟ على العشب. طيب رجعنا تاني يا مستر للحرف الجميل ده، أوكي؟ حرف جميل وسهل بس أعرف تركاته. طيب ال ام كابيتال فور ستيبس، ها عصايه واقفه شمال، عصايه واقفه يمين، وعصايه مايله في النص شمال، وعصايه مايله في النص يمين. طلعت الام ستاندرد. طب والام سمول يا مستر؟ سهله يا باشا، عصايه واقفه صغيره، وبعدين من تحت المس وانزل، ومن تحت المس وانزل. شفت يا شباب التركات؟ يا رب ان شاء الله نكون استفدنا من الفيديو ونتابع مع بعض. الان اللذيذه يا مستر، خد يا عم معاك الان، ها 3 ستيبس، عصايه شمال وعصايه يمين، الله سهله اهي، وبعدين ايه؟ وبعدين عصايه مايله من الشمال لليمين، سهله اهي خالص، كتبتها بسرعه قدامكم اهي بكل بساطه، مع ان الناس كلها بتخاف من حرف الان. لا سهل جدا. طب الان سمول يا مستر؟ سهلين ميه، 2 ستيبس، ها عصايه واقفه وبعدين من تحت عصايه نايم. شكرا يا مستر. طب اكتبوا لي تاني يا مستر بالله عليك. يلا يا عم، ان كابيتال ورايا اهي 3 ستيبس، عصايه شمال، عصايه يمين، وعصايه مايله في النص. طب والان سمول؟ ها عصايتين واقفه قصيره من الطياره للعشب، برافو، ومن ايه؟ ومن العشب المس الطياره وانزل للعشب. شفنا الان. طيب اسهل حرف في الانجليزي، برافو عليك، او. طيب ابدا منين وانتهي فين؟ ركز جامد. حرف الاو كابيتال، كبره شويه، ببدا من السماء. ببدا منين؟ من السماء، واعمل كحكه كبيره، المس الايه؟ العشب، سهله جدا يا مستر. طيب طب والاو سمول؟ زيها بالظبط بس سمول، من من الطياره للايه؟ للعشب. الكبيره من السماء للعشب، والصغيره من الايه؟ الطياره للعشب. طيب عايز اكتبها تاني يا مستر. طيب معايا ها، او كابيتال وان ستيب، خطوه واحده، او سمول وان ستيب. سهل جدا وجميل الفيديو، وكده خلصنا مع بعض الجزء الايه؟ الثالث اللذيذ. ارجو ان احنا نتدرب كتير ويكون معانا كراسه، لازم يكون معانا كراسه يا اولاد اربع سطور، وفي الايه ان شاء الله السلسله الثانيه هيبقى معانا سطرين، لحد ما نتمكن من جمال الخط جدا، واعلمكم ازاي نكتب مع بعض كلمه كامله، وازاي ننطق كلمه كامله في اللغه الانجليزيه. وكان معكم اخوكم مستر وائل ربيع البدري، وما ننساش بقى ندعم القناه يا شباب، زكاه العلم ان انا انشره، ان انا ادعمه لانه علم نافع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.